السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أحضرت لكم اختبار تاريخ والجغرافيا للفصل الثالث للسنة الثانية متوسط. نبدأ على بركة الله. بسم الله. الجزء الأول، لقد في التاريخ لقد حققت الدولة الإسلامية تطورا حضاريا كبيرا في جميع المجالات كالاقتصادي والعمراني والعلمي إلى آخره. المطلوب اشرح ما تحته خط، أي حضاريا وعمراني. املأ الجدول التالي بما يناسب من العبارات التالية: فتح صقلية العراق والشام، فتح بلاد المغرب، الأندلس. هناك ثلاث خانات: العهد الراشدي، العهد الأموي، والعهد العباسي. الجزء الثاني، لقد كان تأثير الحضارة الإسلامية على أوروبا والعالم كبير، وذلك لما وصلت إليه الدولة الإسلامية من تطور والازدهار. المطلوب انطلاقا من العبارة وعلى ما درست، اكتب فقرة تجيب فيها على الطرق التي وصلت بها الحضارة الإسلامية إلى كل من أوروبا والعالم. أثر الحضارة الإسلامية على أوروبا خصوصا في الميدان العلمي والعمراني والاجتماعي. استنتج مدى التطور الذي وصلت إليه الحضارة الإسلامية. الآن ننتقل إلى الجغرافيا. الجزء الأول، بهدف تطبيق التنمية الاقتصادية وتطور القارة، انتهجت أمريكا والبرازيل تهيئة إقليمية مدروسة. المطلوب اشرح ما تحته خط، أي تهيئة إقليمية. صحح العبارات التالية: يحد أمريكا من الغرب المحيط الأطلسي، تشغل البرازيل ثلث من مساحة أمريكا الجنوبية. ميفافانديا هي المساحات واسعة يملكها كبار الإقطاعيين. يعتبر إقليم الجنوب الشرقي من أفقر الأقاليم في البرازيل. الجزء الثاني، تعتبر غابة الأمازون من أكبر غابات العالم، إلا أنها تعاني من أخطار تهددها بسبب الاستغلال المفرط لمواردها. المطلوب انطلاقا من العبارة وعلى ما درست، اكتب فقرة تجيب فيها على مفهوم منطقة الأمازون، مشاكل الإفراط في استغلال مواردها، الحلول المقترحة لتجاوز هذا الإفراط، استنتج أهمية هذه الغابة. وفقكم الله جميعا، والسلام عليكم.